السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارة انطلاق القرعة من جديد، الملحقة الإدارية الثامنة تعود بالقرعة من جديد. كنهضروا على جامايكا، فغادي تتبعوا معنا أبرز اللحظات ديال القرعة إن شاء الله، خليكم معنا. العملية راكم شفتوها، العملية ديال الهدم راه مستمرة، يعني ماشي مجرد وعود عابرة، ماشي غير هضرة، راكم شفتوا الناس راه استافدوا خداو السوارت ديالهم، راه جينا لكم معاكم في الدوار، راكم شفتوا العملية مستمرة، الله يجزيكم بخير. كان التوضيح كاين كاينش وقع، ما كاينش الوقع، إلا كاين شي واحد تيقول لكم شي هضرة، الله يجزيكم بخير، حنا كنتواصلوا معاكم في تواصل دائم، راه كاين الشوكة، كاين لي زابارتمون، كاين البروبمات. الصخيرات هما اللي كاين ثلاثة ديال النقط أو جوج ديال النقط اللي غادي نتكلم عليهم. النقطة الأولى هي هاد الالتزام هذا كنوقعو عليه، الله يجزيكم غير تاخد الوصل ديالك هذاك الحكم، الوصل ديالك أش من شقة أش من طابق أش من عمارة أش من إقامة، راه الشقة الوحيد راه إن شاء الله ديالكم في الملحقة الإدارية الثانية المعلومات، ودار الاجراءات ديالو، اللي عنده باش يخلص مباشرة 10 ديال المليون، اللي ما عندوش راه كاين الأبناء، كاين القرض العقاري والسياحي، وكاين القرض الفلاحي، الكريدي أغريكول والسياج، هاد الالتزام هذا الله يجازيكم بخير في ظرف شهر نبداو الإجراءات ديالنا، راه اللي ما بداش راه غنبداو في السحب ديال 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 الوصل. ان شاء الله يجازيكم بخير. النقطة الثانية اللي بغيت نتكلم عليها هي هاد جوج ديال الصناديق، هاد الصندوق هذا اللي على اليمين ديالكم فيه الطوابق السفلية، فيه السفلي، فيه الطبق الأرضي، فيه السفلي، هذا خاص الله يجازيكم بخير، بداو الاحتياجات الخاصة لناس كبار اللي عندهم ملف طبي يدلي به. هذا الطوابق من واحد حتى لربعة كما هو مكتوب في الصندوق. الله يجازيكم بخير، تنقولها وتنكررها عندكم شهر، الله يجازيكم بخير، شهر نبداو المسائل ديالنا، اللي موجود راه ياخذ السوارت ديالو في أقرب وقت، في أقرب وقت، وهذه ماشي مجرد كلمات اللي غادي تدوز، راكم شفتوا الناس راهم جيرانكم، راه أكثر من 200 أسرة راه استفدات وتوكلت على الله ومشات للسخيرات. كاينة نقطة أخرى بالنسبة للمرافق، راه السلطات الولائية وعلى مستوى العمالة والسلطات المحلية في الصخيرات راه قايمة بالدور ديالها باش توفر المدارس، والمدارس أصلا راه كاينة وكاينة المقاعد ديال الدراسة، باش مكاينش شي واحد يقول لك أودي لا عندي ولا تيقرا يمشي لتما ويدير واحد الزيارة ميدانية ويشوف شنو كاين. بالنسبة للمرافق الصحية وكذلك بالنسبة لدار الشباب والملاعب القرب راه غادي تجهز إن شاء الله في القريب العاجل، والله يوفقنا ويوفقكم بالخير. الله يعاونكم. بالنسبة لتبادل الشقق الله يجزيكم بخير، راه سميتها القرعة، راه سميتها القرعة، غاتقدر ما تجيش الله يرحم الوالدين، راك كتصبر السنة وكتصبر وحنا راه الإشارة ديالكم في الخدمة ديالكم، ولكن هاني كنبدل راه سميتها الله يجزيكم بخير القرعة، كناخذ هذاك الشيء اللي بغيت، هذاك الشيء اللي عندي كتب لي الله سبحانه وتعالى، ماشي هذاك الشيء اللي بغيت. والله يرحم الوالدين، هاد الطوابق السفلية خليوها للناس اللي عجزة والناس اللي عندها حالات خاصة، وخذ اللي كتب من الله. Thank you.
كيف ما كتشوف متابعينا الكرام، الكلمه ديال السيد القائد كانت واضحه، وبالنسبه للعمليه ديال القرعه انطلقت وغادي في هذه الاجواء جيده. بالنسبه للسيكتور الحالي اللي كيدير لهم الناس القرعه فهما جي اش 6 سيكتور 6 مشروع الرياحين.